اسلام الشاطر، بجدد تحيه ليك وبجدد تحيه لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، طبعا ببارك لك كابتن سيد. فوز كان مطلوب وفوز مهم رغم كل الظروف الصعبه اللي مرينا بيها، لكن بتحب تقول على الجيم وتحب تقول على اداء النادي الاهلي في المباراه؟ الحمد لله، طبعا هي مباراه وضع طبيعي تكون بالشكل ده، وضع طبيعي يبقى فيها نوع من مش عايز اقول العصبيه، لكن فيها حماس وصل في بعض الاوقات للتسرع شويه، وده وضع طبيعي يعني. لكن خلاص الحمد لله رب العالمين، بايا كان بقى خلاص انتهت يعني. عندنا مباراه مع صن داونز، استعدادنا ليها على المستوى الاداري والمستوى المعنوي والتحضيري بدا من دلوقتي. بكره ان شاء الله الرحمن عندنا عندنا معسكر، عندنا تمرين الساعه 4، وبعدين هنتكل على الله على طول على اسكندريه ان شاء الله الرحمن. باذن الله باذن الله نحقق فيها المطلوب، اللي كل اللي اقوله ان احنا نخش المباراه دي بتاريخنا ومكانتنا، وهنتعامل معاها كتاريخك واسم النادي الاهلي ومكانته، وهنطلع منها ان شاء الله الرحمن بالشكل ده. طبعا الكره في خلال 90 دقيقه فيها كل حاجه ان شاء الله الرحمن باذن الله، يكون الظروف معانا كمان، لان مهم قوي احداث المباراه تخدمنا ان شاء الله الرحمن باذن الله، تكون معانا ان شاء الله الرحمن يعني. لكن انا بثق في اللعيبه اكتر ما بثق في اي حاجه تانية، بثق في شخصياتهم وقدراتهم. مباراه كانت للنسيان خالص اللي فاتت ديت، لكن ان شاء الله الرحمن نخشها باسم النادي الاهلي ككبير ومكانه وعظمه النادي الاهلي، ونخرج منها باذن الله كده. منتظرين الجمهور ودور كبير لجمهور النادي الاهلي يا كابتن. ده سلاحنا الكبير وسلاحنا الاساسي ان شاء الله في اللقاء باذن الله. ان شاء الله الرحمن زي ما قلت لك تفكيرنا وتركيزنا بدا من دلوقتي، مش عايز هيبقى فيه لا تنشنه ولا عصبيه، لكن ان شاء الله الرحمن هنخش بروح عاليه جدا جدا، هنخش بقلب وعقل، هنتعامل بالقلب والعقل ان شاء الله الرحمن، وان شاء الله الرحمن ننجح كده باذن الله. شكرا فندم، شكرا فندم. بنشكر اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، بنبارك من جديد يا كابتن اسلام للنادي الاهلي والجهاز الفني. منتظرين جمهور النادي الاهلي في مباراه سان داونز، مباراه ليها حسابات فنيا وجماهيريا واداريا ان شاء الله باذن الله. الكل على قلب رجل واحد باذن الله، النادي الاهلي يقدر ان هو يعود من جديد. الامل ضعيف لكن الامل بنتمسك بيه حتى اخر دقيقه. عاود ليك يا كابتن اسلام. طيب كريم.